بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بكل الخير وعساكم على القوة. أنا أمينة العبدالله رح أكون متواصلة معاكم يومياً من السبت إلى الأربعاء أو على مدى ساعة كاملة من الواحدة إلى الثانية ظهراً من خلال عيادتكم المسموعة طبابة ألف. طبابة ألف اللي بيحمل في طياتها الكثير والعديد من المواضيع الصحية والنفسية التوعوية والتثقيفية مع نخبة من الأخصائيين والاستشاريين بجميع التخصصات وبكل مصداقية. مثل ما تعودنا من خلال عيادتكم المسموعة الجديد والمميز. في اليوم رح نتطرق ورح نتكلم عن حقن البلازما. لكل اللي حابين يستفسرون عن حقن البلازما أو إذا كنتم بتعانون من أي مشكلة وحابين تطرحونها على ضيفنا لليوم للمشاركة معنا عبر الاسم اس مشتركين الاستيسي على 847700، مشتركي موبايلي على 640660، وأيضا مشتركي زين على 746262. أيضا بإمكانكم المشاركة عبر خط هاتفنا المجاني على 02-61-61-100، وتشاركوا معنا أيضا عبر صفحتنا بتويتر على @ألف ألف أفأم. وحول موضوع حقن البلازما رح يكون ضيفنا لليوم الدكتور نواف السعدون، اختصاصي الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، وعضو الأكاديمية الأمريكية لأطباء الجلدية من عيادات كوزما ديرم. صح، حياك الله دكتور. يا هلا ومرحبا دكتور نواف. يا هلا بمستمعينا الكرام. دكتور نواف، يعني البلازما اللي طبعا بعتبرها يعني بنعتبرها الان من القفزات الهائله في مجال التجميل، في مجال علاج مشاكل البشره، مشاكل كثير يعني ان شاء الله رح حضرتك تسلط عليها الضوء. لكن في البدايه خلينا نعرف مستمعينا، وانا وكل مستمعينا نبي نتعرف بالضبط شنو حقن البلازما، هذه عباره عن شنو؟ حقن البلازما هذه طبعا هي كتقنية موجودة من زمان، كانوا يعالجون فيها الإصابات الرياضية لإعادة الغضاريف وما غضاريف. ومؤخرا خلال الثلاث أو الأربع سنوات الماضية دخلت في عالم التجميل. وهي عبارة عن إيش؟ وهي عبارة عن استخدام البلازما الموجودة في الدم لإعادة تنشيط المنطقة المحقون فيها هذه البلازما. فهي يعني كتقنية قديمة، ولكن تصوير حقها كأنه قاعد نعمل إذا في جرح عند الإنسان، إذا جرح أو شيء أو زي كذا، في بلازما تطلع في هذه المنطقة. هذه وجود البلازما هذه سببها إيش؟ هي عبارة عن تنشيط الخلايا الجذعية اللي موجودة في هذه المنطقة لعمل أوعية دموية جديدة، لعمل جلد جديد، أو لعمل كولاجين جديد في المنطقة. ألو طيب دكتور، أنت قلت عبارة عن قلت صفائح ودم. نعم. طب الخلايا الجذعية نفس الحكاية، يعني الثورة بعد اللي يعني نسمع عن الخلايا الجذعية عبارة عن الدم وبيحقنونه في خلايا البشرة بالذات، يقولون بتعمل تجديد. طب هي نفسها حقن البلازما أو بتفرق عن حقن البلازما؟ خلينا نخش شوي في التفاصيل في هذه الموضوع. بالنسبة حق البلازما أو البي آر بي يسمونها، أو يسمونها الفامباير ليفت، أو يعني شد مصاصي الدماء. هي عبارة مصاصي الدماء اسمها دكتور؟ هذا اسمها نعم اسمها الموجود في أمريكا وماخذين عليه يعني بيتنسي. إيش تقول؟ تقول إنه ناخذ الدم هذا نحطه في تيوب معين، هذا التيوب المعين نحطه في مكينة أو المشين حق الطرد المركزي عشان بس تفصل لي كريات الدم الحمراء والبيضاء عن البلازما هذه. وهذه البلازما نعيد حقنها في المنطقة. فهذه البلازما عبارة عن إيش؟ مادة لما تحقن في المنطقة إيش تعمل لي؟ تنشيط وتحفيز حق الخلايا الجذعية اللي موجودة في هذه المنطقة المتخصصة في هذه المنطقة. فلنفرض أنا حقنت تحت العين، في خلايا جذعية تحت العين متخصصة لعمل أوعية دموية جديدة، لعمل أوعية لمفاوية جديدة، لعمل جلد جديد، لعمل كولاجين جديد. ما إيش الفرق عن الخلايا الجذعية العادية؟ الخلايا الجذعية العادية يأخذون الدم يحطونه في مكينة معينة أو مشين معين، هذا المشين يعمل لي خلايا جذعية غير متخصصة. نعم. هنا. وهذه الخلايا الجذعية الغير متخصصة يعاد حقنها في الجلد. فهنا نخش في مخاطر، أنه يا سمح الله لو كان في شيء ما هو كويس في الجلد، أو يكون في سرطان، أو يكون في هذا الشيء راح يحفز ظهور. نعم. هذا إذا كان في مرض راح يحفز ظهور هذا المرض. نعم. فعشان كذا الخلايا الجذعية وحقن الخلايا الجذعية لحد الآن ما ماخذ الموافقة من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، بعكس البلازما اللي هي آمنة 100% عشان قاعد نحفز خلايا جذعية متخصصة. نعم. فماخذ هيئة الدواء والغذاء الأمريكية الاعتراف منه.
في هذا الشيء. طيب. فهذا الفرق الشاسع اللي بين الخلايا الجذعية وبين البلازما. طيب أنت قلت دكتور نواف إن بتسحب دم. نعم. طب السحب الدم هذا يعني قد إيش أنتوا بتاخذون، كم سانتي أو متر أو يعني؟ لا يعتمد هو على إيش، يعتمد على طبعا في تيوبات معينة أو أنابيب معينة. زي لما يسحبون الدم العادي. بالضبط زي ما يسحبون، ولكن يكون فيها مادة معينة. في أغلب أو الأفرج حق سحب الدم هو 8 cc تقريبا. سحب التيوب حق سحب الدم العادي اللي نشوفه بشكل طيب. اثنين منه. نعم. طيب. هذه تكفي تقريبا لعمل وجه كامل. في بعض الناس يعملون الوجه تحت العين الشعر هذا، فناخذ الأفرج في كل جلسة متوسط بين تيوبين إلى 4 تيوبات في كل تيوب 8 cc. طيب كتب أبي نتكلم عن طريقة الحقن، بس الوقت بدأ يداهمنا. أيه؟ خلينا أتكلم أول شيء، هل لها أضرار على المدى البعيد أو ما لها أضرار؟ أبدا ما لها أضرار على المدى البعيد. أضرارها فقط اللي هي على المدى القصير، اللي هي أثناء الحقن احتمال يصير فيه كدمات طبعا. نعم. يعني يطلب السيدة أو الشخص اللي عاملها أنه نعم، يمكن في بعض الناس نحتاج أن نعمل حقن يدوي، فيكون مثلا عندي 3 أو 4 أيام راح يكون ظاهر كدمات على الوجه. طيب يعني شنو الحين الناس قاعدين يسمعوا على البلازما، عرفنا شنو البلازما بالضبط، لكن نبي نعرف شنو الاشياء اللي بتصلحها البلازما، يعني اللي بايش بنستخدمها والله بالضبط. يعني شوف انا خل اقول لك، انا اقول المستقبل القريب كله يعتمد على البلازما، عشان صارت البلازما تخش في كل شيء، حتى مع الفيلر قاموا يحطوها، مع البوتوكس قاموا يحطوها، مع ليش يعني بتطول مدتها مثلا، تطول مدتها وتعطي نتيجه افضل. نعم. ولكن الآن اللي هي الاستخدامات حقت البلازما، البلازما جدا فعالة في واحد اللي هي آثار حب الشباب اللي موجودة، السكارز اللي موجودة، آثار التشقق. عفوا بس دكتور، حتى لو كانت طويلة المدى يعني من زمان أثار، حتى لو كانت قديمة. نعم. عشان نحفز الاسترتش مارك أو التشققات الجلدية، خصوصا اللي يكون عميق منها، حتى العميقة. نعم يتحسن، حتى لو لها فترة طويلة، حتى لو لها فترة عشان طويلة عشان نخلهم ينبسطون. نعم. البنات تساقط الشعر أو الناس اللي عندهم الشعر حقهم خفيف تزيد غزارة الشعر. طب الصلع الوراثي تفيد فيه ولا ما تفيد؟ الصلع الوراثي يعتمد على السن ويعتمد على إذا كان في عندنا لحد الآن يعني عملية المهاجمة الهرمون في الصلع الوراثي موجودة أو غير موجودة. حلو. ولكن في بعض الناس نعم ينفع معاهم في الصلع الوراثي. السواد اللي تحت العين أو الإرهاق اللي تحت العين أو ترميم منطقة تحت العين، النظارة بالنسبة حق الوجه، بالنسبة حق النساء الكبار في السن شوية، منطقة الصدر ومنطقة اليدين. حلو. نعم. حتى الإيدين، تجاعيد الإيدين. نعم أو تجاعيد اليدين أو يعني الكبر الناتج أو التجاعيد اللي موجودة في اليدين. طيب دكتور نواف أبي يعني كم عدد الجلسات اللي بيحتاجها الشخص؟ والله هنا يعتمد، حنا متوسط عدد الجلسات تقريبا من 2 إلى 4 جلسات، في بعض الناس 6 جلسات، ولكن يعتمد ليش حنا قاعد نستخدم، هل هي نظارة، هل هي سواد تحت، حسب الحالة يعني. حسب الحالة. وشيء ثاني حسب استجابة المريض، في بعض الناس عندهم الجينات كويسة، استيعابهم حق هذه العملية كويسة، تتلاقي تحسنهم أسرع من الناس اللي ما عندهم هذا الشيء. فعدد هذا متوسط بين الجلستين إلى 4 جلسات، في بعض الناس 6 جلسات، بين كل جلسة وجلسة بين 2 إلى 1 جلسة كل شهر، برضو يعتمد على الانديكيشن حقتها أو على سبب الحقن. طب تقدر تعطينا سعر ولا لا؟ لا الأسعار صعبة. أكيد يعتمد. نعم. طب خلينا نعرف من اللي يعني ممكن يعملون حقن البلازما، أو من الأشخاص اللي لا ما يقدرون يعملون، يعني مو مسموح لهم أنهم يعملون حقن البلازما. يعني على المدى الطويل حقن البلازما ما فيها أي مضرة على أي أحد. الكل يقدر يسويها، ولكن على المدى القصير لازم نكون في حذرين في فئة معينة من الناس، اللي هم الناس اللي عندهم مشاكل في تخثر الدم، خصوصا لما نعمل منطقة تحت العين أو نعمل حقن في الوجه، فيصير عندنا الكدمات حقتها قوية جدا أو كبيرة جدا، يعني يصير حنا كنا ما سوينا شيء، عشان يصير في دامج كثير في السكن. ولكن هل في يوجد أحد ممنوع عليه استخدام حقن البلازما؟ يعني ما في إلا في الناس اللي عندهم أمراض مزمنة في الوجه، اللي يعني هي المستأذبة، أمراض جلدية مزمنة. أوكي. مستأذبة وما مستأذبة أو أمراض ريموتولوجية أخرى، وهذه يكون يعرفها الدكتور يعني نفسها، أو حتى الشخص اللي يكون عنده هذا المرض يقولوا له أنت لا تسوي أي شيء من هذا القبيل، عشان هو يكون، ولكن فئة معينة قليلة جدا محصورة من الناس. نعم. طب كيف بتم الحقن؟ يتم في عندنا عدة مجالات مثل ما قلت لك لاستخدامها.
طريقة استخدام يعني البلازما. انت تسحبون مثلا الدم من اليد، سحبنا الدم وطلعنا البلازما من الايد طبعا. نعم نعم، نسحبه من اليد من الذرع اي مكان. أوكي. طبيعي يسحب منه الدم، وقلت لك نحطه في الماكينة حقت الطرد المركزي. ونفصل كرات الدم الحمراء والبيضاء عن البلازما. طبعا ارجع واقول لازم يكون التيوب مخصص حق هذا الشيء، مش اي تيوب يستخدم لفصل الدم. في كثير عيادات للاسف او اماكن للاسف تستخدم التيوبات العاديه، وهنا البلازما تفقد مقدرتها على العمل عشان يكون فيها نسبه عاليه من كريات الدم البيضاء اللي هي تهاجم هذه البلازما بعد حقنها. فنرجع نقول في التيوب المخصص نفصل البلازما، هذه البلازما عقب ناخذها، فيا يتم عن طريق حقنها مباشره في المنطقه، وهذا يستخدم في الشعر او تحت العين، او باستخدام البكره المسمنه او الديرما رولر يسمونها، وهي عباره عن بكره فيها زي الاسنان نمشيها على الجلد بعدين ندهن البلازما، او باستخدام شيء اسمه الديرما بن، هو نفس فكره البكره المسننه وبرضو تعمل لي فتحات صغيره في الجلد ونحقنها، او بعملها ماسك نحطها على زي البطنة ونعملها ماسك على الوجه. طب الماسك اللي قلت عنه او زي الرول يعني هذه بتقعد؟ يعني نعم. هذه نعملها للنظاره اكثر شيء كم تقعد؟ طيب تقعد كنظاره او كنظاره ايه يعني تقعد لها مده طويله، شهر شهرين، هي كانه يعني تخيلي انك عندك انت شخص مجهد طيب وعملتي له هذا الماسك حق البي ار بي، او عملتي له هذه الحقن حق البي ار بي، راح تعطيه نظاره وترميم للوجه. نعم، لان انا شفت كم يعني معروفه كم طبعا سوتها، بس ابر حقنوا لها حقن دكتور. نعم. يعني كان في نقط كثير في وجهها. نعم نعم نعم، هذا عن طريق الحقن او الميزو. زي الميزوثيرابي. نعم زي الميزوثيرابي يعمل. نعم، وبالضبط هنا قاعد نستخدمه ك بس هي مس استخدمتها كنظارة يعني طالما أوبر حطتها لا فيها. أعتقد هي استخدمتها كبريفنشن أو كحماية من التجاعيد وكتحفيز للكولاجين اللي موجود عندها. نعم. نعم. طب إحنا رح نطلع فاصل دكتور نواف، لكن رح نرجع نواصل معكم مع مستمعينا الكرام مع أسئلتهم عبر SMS اللي حابين يتشاركوا معنا. إذا كان عندكم أي سؤال أو أي استفسار حابين تطرحون على الدكتور نواف السعدون اختصاصي الأمراض الجلدية والتجميل والليزر وعضو الأكاديمية الأمريكية للأطباء الجلدية للمشاركة معنا عبر SMS مشتركي STC على 84-7700 موبايلي على 640-660 وزين 7462-62 أيضا بإمكانكم أنكم تشاركوا معنا عبر خط هاتفنا المجاني على 02-61-61-100 وتشاركوا معنا عبر صفحتنا بتويتر على @ألف ألف FM. فاصل ورح نرجع نواصل، فأبقوا معنا ومع عيادتكم المسموعة طبابة ألف. للمشاركة معنا مستمعينا الكرام رح نبدأ ناخذ مشاركاتكم الهاتفية للي حابين يطرحون أي سؤال أو استفسار على ضيفنا اليوم الدكتور نواف السعدون اختصاصي الأمراض الجلدية والتجميل والليزر وعضو الأكاديمية الأمريكية للأطباء الجلدية من عيادة كوزما ديرم بجدة. تشاركوا معنا عبر SMS مشتركين STC على 84-7700 مشتركي موبايلي على 640-660 وأيضا مشتركي زين على 7462-62 أيضا بإمكانكم أنكم تشاركوا معنا عبر خط هاتفنا المجاني على 02-61-61-100 وعبر صفحتنا أيضا بتويتر. حطوا لي سؤالكم أو صوروا لي بشرتكم شنو ما كانت مشكلتكم وحطوها على الأكاونت الخاص فينا @ألف ألف FM. دكتور نواف رح نبدأ ناخذ مشاركات الهاتفية، نشوف من أول مشارك معنا. معنا محمد من حاير، اسعد لي مساك يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك تفضل. مسي عليك ومسي على الدكتور. يا هلا ومرحبا دكتور نواف. سم الله يبارك فيه. بالنسبة للفلور الآن لكبار السن عن طريقه مدة سنة ويعود مرة أخرى التجاعيدات اللي تظهر على الوجه. الفيلر أنت قصدك التعبئة يعني. الفيلر نعم نعم. هل مثل البلازما ما يعود يعني يأخذ وقت طويل؟ البلازما ما تستخدم للفيلنج، يعني تستخدم لتحسين التجاعيد الخفيفة وبعد عدة جلسات، ولكن الفيلر يعبي لي الفراغ اللي موجود في المنطقة، فإن ما تقدر تقارنهم في بعض. ولكن مثل ما تفضلت الحين قبل شوي أني قلت أنه يقاموا يخلطونهم مع بعض، يخلطون الفيلر مع البلازما بحيث أنه هذا البلازما مع الفيلر يعطي منظر طبيعي أكثر ويدوم أكثر، ولكن في أحسن الحالات راح يستمر تقريبا بين السنة ونص إلى سنة، مش أكثر من كذا. نعم. وبعد سنة ونص يعود مرة أخرى. ليعود مرة أخرى ونحتاج تعبئة مرة أخرى، إلا إذا استخدمت اللي هو التعبئة بالدهون المستخرجة من نفس الشخص، يعني ناخذ دهون من شخص معين من منطقة معينة قصدي ونعيد حقنها في الوجه مرة ثانية، هنا تستمر على طول. نعم.
شكرا لك أخوي محمد. نسوي لك إعلان يا دكتور، وين موجود أنت، في أي عيادة؟ عندنا في عيادات الجلدية والتجميل كوزموديرم كلينيك اللي هي موجودة في منطقة جدة. نعم شكرا. الله يبارك. يا هلا ومرحبا. يا هلا. شكرا لك يا محمد. ناخذ عيسى. ألو أخوي عيسى. عيسى. ألو يا عيسى. عيسى ما في. ناخذ منى. منى من نجران. منى. ألو. يا هلا يا منى، تفضلي. كيف حالك يا منى؟ الحمد لله حبيبة قلبي، تفضلي. يا دكتور كيف حالك؟ يا هلا ومرحبا. أنا عمري 19 سنة، سنة لطافة احترقت وجهي بماء حار، فجاء على نصف عيني اليمين ونصف خدي. نعم. ففي دحين رجع يعني عادي، بس اللون أغمق من وجهي، يعني أبان أني قد انحرقت. نعم. فماني عارفة شو أسوي. أول شيء يعني لازم نعرف مدى الحرق اللي حاصل، هل تأذت في طبقة الجلد السطحية وطبقة الجلد بالنسبة حق التصبغات اللي موجودة في الحرق، هذا موضوعها جدا سهل تزال بكريمات، ولكن بالنسبة حق الأثر الناتج عن الحرق هذا في عنده عدة شغلات نعملها، نقدر نعمل ليزر أو نقدر نجمع بين الليزر وبين الخلايا البلازما. طيب عادي يعني هو حول عيني كمان؟ نعم عادي حول العين. نعم نوضع في يعني تغطية معينة للعين نضعها مثل الحماية للعين، نقدر نعمل ليزر على الجفن. ممتاز. موضوعها جدا سهل وجدا يعني نتائجها فعالة وحلوة. نعم شكرا لك يا منى. منى شكرا لك يا حبيبتي عشان زحمة الاتصالات. عندنا خالد. خالد من الرياض. أخوي خالد. ألو. طيب ناخذ علي. ألو علي. ايوه علي. يا هلا بك يا علي، تفضل اخوي. ابغى اكلم الدكتور. بكل سرور، تفضل. يا هلا ومرحبا اخوي علي، تفضل. السلام عليك. وعليكم السلام. كيف حالك يا دكتور؟ يا هلا ويا مرحبا، تفضل. يا اخي بدي اسالك، عندي بحق ممكن 10 سنه و اخذ العلاج ويرجع. نعم البهاق مثل ما انت عارف هذا مرض مزمن ولا يوجد له شفاء. كيف الحال؟ اسمعنا عبر الراديو اخوي، شكرا لك، تفضل دكتور. نعم. تفضل. الو. اي تفضل دكتور. اي نعم. اي اخوي علي، فهذا يعني ما في له شفاء وما في له استجابه معينه، كل شخص يختلف من شخص الى اخر. فعشان كذا حتى لو عالجنا واختفى من منطقه معينه هذا لا يضمن عدم ظهوره في منطقه اخرى او عدم رجوعه، فما يوجد شيء اقدر اعطيك اياه اشيل هذا الشيء من جسمك، لا يوجد هذا الشيء. لا يوجد. نعم نعم الله يرفع عنكم ان شاء الله. آمين. اخوي عبد العزيز من عسير. اخوي عبد العزيز. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله عبد العزيز. ممكن اكلم الدكتور؟ اكيد. يا هلا وسهلا، تفضل يا اخوي. الله يسلمك يا اخوي. يا عزيزي عندي حبوب في منطقه الدقن. اي نعم. يعني يقولوا لي خلي الشعر يطلع وتروح الحبوب، راجعت اكثر من عياده نفس الوضع لا زال معي. الاستفسار اللي عندي، هل البلازما هذه تساعدني في تروح الحبوب دي؟ لا البلازما، لا البلازما ما تعالج الحبوب، في علاجات أخرى للحبوب، طبعا يعتمد على إيش سبب هذه الحبوب وكم عمر الشخص اللي طلعت له هذا الحبوب، إذا كان هذا حب شباب عادي في له علاجات معينة، إذا كان لا هذا لا حب 25 سنة 25، فإذا هذا في مرحلة حب الشباب وله علاجات أخرى، ولكن البلازما لا تعالج الحبوب أبدا. نعم. شكرا لك يا عبد العزيز. سلطان. شكرا لك يا هلا فيك. سلطان من جدة. سلطان. ألو. يا هلا يا سلطان، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الدكتور؟ تفضل تفضل يا أخوي سلطان. يا هلا ومرحبا. كيف حالك دكتور؟ يا هلا وسهلا. أنا عندي الوالد الله يحفظك إن شاء الله، الله يخليك، قالوا له لازم تسوي الليزر في عيونك. نعم. عملية الليزر. نعم. أنا أخذت نفسي ورحت كذا دكتور. نعم. فمثلا عن عملية الليزر هذه، هي مضرة على المستقبل أو في شيء يضرها؟ والله هذه خارج نطاق تخصصي، ولكن من يعني خبرتي في هذا الموضوع البسيطة أنه ما في أي خطورة من عمليات الليزكس أو الليزر حق العين، ولكن أفضل أن الدكتور المختص في هذا الموضوع هو اللي يتكلم فيه أكثر مني. نعم. يكون مختص في هذا الشيء. وأخوي سلطان، أخوي سلطان رح تلاقي حلقات كثيرة عن الليزك واللازك وكلها والليزر موجودة في اليوتيوب، كل عليك بس أنك تدخل على اليوتيوب تحط طبابة ألف ورح يطلع لك الحلقات الكثيرة اللي احنا عملناها مع عيادات مركز البطل لطب دكتور البطل مركز البطل وأيضا مستشفى المغربي، رح تلاقي سلسلة من الحلقات معهم نتكلمين فيها عن الليزر. شكرا لك.
مستمعين الكرام، كل اللي حابين يتواصلوا معنا عبر الاسم اس تشاركوا معنا بأسئلتكم واستفساراتكم. مشتركي الاس تي سي على 84770، موبايل على 640660، وزين 7462622. أيضا بإمكانكم المشاركة عبر خط هاتفنا المجاني على 02-61-61-100، أو عبر صفحتنا بتويتر على @ألف ألف FM. رح أبدأ بالمسجات. دكتور بيقول السلام عليكم، عندي تساقط الشعر، هل له حل؟ بدأ معي في المنطقة العلوية من الرأس والخلف، عمري 24 سنة، حاتم من جدة، ايش رايك؟ نعم، اول شيء بالنسبة حق تساقط الشعر لازم اول شيء نتأكد انه لا يوجد سبب عضوي، يكون في عندي نقص في الفيتامينات، نقص في احد المعادن المهمة للشعر، او يكون في عندي مرض عضوي في فروة الرأس نفسها. اذا تأكدنا انه هذه الامور كلها سليمة ولا يوجد عندي اي امراض او نقص في المعادن الرئيسية المسؤولة عن هذا، نحب ان دائما نغذي فروة الرأس بكورس من الفيتامينات لمدة أسبوعين، بعدين نعمل البلازما وإن شاء الله في استجابة عالية جدا حلو. حق هذا الموضوع حلو. أيضا سليمان من جيزان بيقول، هل حقن البلازما لها مضاعفات على الجسم؟ على الجسم لا أبدا، ما في مضاعفات، مثل ما قلنا هي وقتية وهي أثناء الحقن على حسب الطريقة اللي استخدمنا في وضع فيها هذه البلازما، احتمال يصير في عندنا كدمات أو احمرار في المنطقة. نعم. أيضا فهد عبد الله دكتور بيقول، أنا أعاني من بشرة دهنية وسببت لي حبوب صغيرة كثير بوجهي، وعندي أثار حبوب قديمة، كنت يقول يعني كان هو بنفسه بالعافية يعني أيه. يقول سببت لي تشوهات وحفر بوجهي، إيش العلاج اللي تنصحني فيه بالذات الأثار الحبوب؟ نعم، يعني أفضل علاج الموجود في الوقت الحالي هو الجمع ما بين الليزر إعادة التسطيح والبلازما. حلو. نجمع بينهم اثنينهم، ولكن عدة جلسات. وبس خليني أكون واضح بالنسبة حق الآثار حب الشباب، لا يوجد شيء اسمه 100%، يعني أرجع الجلد كأنه مو واضح، ولكن في عندي نسبة نجاح عالية بنسبة 80 إلى 85% من التحسن في المنطقة، ويعتمد على نوع السكار وعلى كمياتها. نعم. أيضا مسفر بيسأل، هل البلازما تطبيقات لتحفيز الأعصاب؟ نعم، يوجد تطبيقات لتحفيز الأعصاب مثل ما قلت لك، الغضاريف مثل ما قلت لك، في هذا تستخدم البلازما في أمور كثيرة جدا. نعم. حلو. أيضا رح أبدأ الحين بتويتر، غدير البلوشي بتقول، من أفضل الأشخاص اللي تعاملت معهم دكتور نواف، يا هلا وسهلا فيك. هلا وسهلا. أم محمد بتقول، أنا أسوي الحين تقشير كيميائي عند دكتور، ممكن أسوي البلازما؟ تقول بعد ما شفت فرق كبير بعد التقشير، مجرد كلف الولادة خف. نعم، التقشير نعم هو للكلف جدا كويس، ولكن مثل يعتمد على نوع التقشير وعلى عمق التقشير. إذا كان التقشير اللي قاعد تعمله عميق، يفضل أن نستنى لين ما تخلص التقشير بعدين نعمل بعده البلازما. أما إذا كان تقشير خفيف، نعم تقدر تعمل البلازما في أي وقت. نعم. نعم. أيضا دكتور برستيج برانسس بتقول، أنا عمري 21 سنة، أبي أسوي بلازما للهالة السوداء، كم ممكن أحتاج حقنة أو جلسة؟ مثل ما قلنا، معدل الجلسات هي بين جلستين إلى 4 جلسات، واحتمال إلى 6 جلسات في بعض الأحيان، يعتمد على مدى السواد، على سبب هذا السواد، وعلى مدة هذا السواد اللي موجود عندها تحت العين، ولكن نعم في نتيجة على الشيء. حلو. معاني أيضا بتويتر، أنا بشكر من جد كل البنات بالذات، يعني ما شاء الله البنات شغالين بتويتر، صفحتنا بتويتر. معاني بتقول، يسعد مساكم، هل البلازما بتعالج الشعر المحتبس اللي تحت الجلد بالذات في منطقة الساقين؟ لا، ما تعالج. لا، هذا اللي علاجها هو الليزر، فضل أن إزالتها بالليزر نهائيا عشان لا تسبب لنا مشاكل في المستقبل. حلو. نرجع لمشاركاتنا الهاتفية، ناخذ معنا مشاركة جديدة، نقول ألو. ألو ألو ألو، يعني لو تكرمت. ألو أخوي. أي طبابة ألف. أي طبابة ألف، يا هلا بك، نتعرف عليك. أبو فارس من مكة لو سمحت. والنعم فيك يا أبو فارس، تفضل أنت على الهواء. يا دكتور سلام عليكم. يا هلا وسهلا، كيف الحال يا ابو فارس؟ تفضل. في عندي دكتور، انا اكزيميا لما انا استخدم الصابونه هذه العطريه، نعم، تيجي حساسيه، نعم، خاصه اذا استخدمت برضو الليفه، نعم، ما ادري ما في حل المشكله هذه؟ حل جذري لا يوجد، الحل بدينك انت. اول شيء لازم ما نستخدم الصوابين العطريه، نستخدم الصوابين الطبيه. ثاني شيء ما نستخدم الليفه ابدا، عشان الليفه راح تسبب لك تجريح في الجلد، وهذا التجريح راح يسبب لك تشققات مجهريه تخش عن طريق هالمواد المضره اللي راح تحسس لك الجلد. وثالث شيء، لا نستخدم الماء الساخن اثناء الاستحمام، استخدم ماء فاتر
واخر شيء اللي هو الترطيب 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 بعد الاستحمام. يعني نشف الجسم دكتور ولا الجسم رطب؟ لا بعد التنشيف بعد التنشيف نرطب الجسم. نعم شكرا لك اخوي، يلا يعطيك العافيه. الله يعافيك. يا هلا ومرحبا، قدامك العافيه. مستمعينا الكرام، كل اللي حابين يتواصلوا معنا، حابين تتشاركوا معنا باسئلتكم واستفساراتكم، حابين تطرحونها على الدكتور نواف السعدون، اختصاصي الامراض الجلديه والتجميل والليزر، وعضو الاكاديميه الامريكيه لاطباء الجلديه، للمشاركه معنا عبر الاس ام اس مشتركين الاستيسيال 8 4 7 7 0 0، موبايلي على 6 4 0 6 6 0، وايضا زين 7 4 6 2 6 2. وبامكانكم ايضا انكم تشاركوا معنا عبر خط هاتفنا المجاني على 02-61-61-100، أو أيضا عبر صفحتنا بتويتر على @ألف ألف FM. صوروا لي بشرتكم أو حطوا لي أسئلتكم، وإن شاء الله دكتور نواف رح يجاوب على كل أسئلتكم. بإمكانكم أنكم تشاركوا معنا مستمعينا الكرام بحلقتنا اليوم اللي تكلمنا فيها عن حقن البلازما. إذا كنتوا حابين تستفسرون عن حقن البلازما، أو إذا كانت عندكم أي مشكلة جلدية ثانية، أو عن الليزر، شنو ما كانت مشكلتكم أو شنو ما كان سؤالكم، حابين تطرحون على ضيفنا لليوم الدكتور نواف السعدون، اختصاصي الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، وعضو الأكاديمية الأمريكية للأطباء الجلدية من عيادات كوزما دير، للمشاركة معنا عبر الاس ام اس مشتركين الاستيسي على 8 4 7 7 0 0، مشتركي موبايلي على 6 4 0 6 6 0، وزين 7 4 6 2 6 2. أيضا شاركونا عبر خط هاتفنا المجاني على 02-61-61-100، وعبر صفحتنا بتويتر على @ألف ألف FM. ممكن تصوروا لي بشرتكم وتحطونها بعد أساس أن الدكتور يطلع عليها. طب دكتور، أنا راح أرجع للمسجات على بال ما الكنترول يمرروا لي الاتصالات. فاتن بتقول أنا استعملت كريم تفتيح البشرة، وتقول حرق الوجه واليدين، إيش الحل الحين؟ ما استخدمته بطريقة صحيحة، لازم توقف هذا الكريم ونعيد تقييم البشرة بعد هذا الحرق اللي حصل، ويمكن نرجع نستخدم كريمات تفتيح البشرة يكون شوي أخف من الكريم اللي عندها، عشان الحين البشرة بعد الحرق راح تسود زيادة. راح تسود. نعم. يعني تصبر تبطلها فترة. بطلها نعم، تبطلها تقريبا أسبوع ونعيد تقييم البشرة وترجع تستخدم الكريم. نعم. نبدأ بالاتصالات. ندى. ندى. ألو ندى. ألو. نعم حياك الله يا ندى، تفضلي سؤالك عزيزتي. يا دكتور، أنا عندي التصبغات اللي في الجلد، تطلع تصبغات جلدية. نعم. هل لها كريم أم نستخدم حبوب؟ في نعم. ايش قصدك بالحبوب يعني؟ حبوب في حبوب تبييض. نعم، في حبوب التبييض للجلوتاثيون، ولكن لازم تؤخذ بطريقه معينه، ولا يوجد عليها ادب طبي يثبت انها فعاله، ولكن هي في بعض الناس قاعد يستفيدون عليها بالنسبه حق الحبوب، ولكن لازم تؤخذ بطريقه معينه، ولكن الافضل هو استخدام الكريمات. يعني عليها ضرر؟ ما عليها ضرر إذا استخدمت بالطريقة الصحيحة الحبوب وتحت إشراف طبي، ولكن الكريمات أرجع وأقول أفضل وأسرع. نعم شكرا لك يا ندى. دكتور لحظة دكتور. يلا نعم. يلا حبيبتي. فضلي. في يعني في شيء طيب أفضل يعني توصيني أستخدمه بالنسبة للكريمات؟ كريمات التفتيح الخاصة بتفتيح، يعني إذا كانت التصبغات على الجسم نفسه تكون خاصة بتفتيح التصبغات اللي على الجسم، إذا كان في الوجه خاصة في تفتيح الصبغات اللي في الوجه، أو إذا كان في الأماكن الحساسة يكون خاص في التبييض في الأماكن الحساسة. أنا ما إحنا ما نقدر نعطي أسماء شركات بصراحة لأنها بتعتبر دعاية. شكرا لك. عموما جمال، أخوي جمال. جمال يا هلا يعافيك ربي، تفضل أخوي. مشكورين على برنامج حلو. الله يحفظك. مشكور. ممكن أتكلم الدكتور؟ تفضل تفضل أخوي. زيد تفضل دكتور. أنا عندي بنتي عمرها 6 سنوات. نعم. صار معها بقع بيضاء، ورحت قالوا لي بهاق، قالوا لها إشاعة الأزرق هذه. نعم. وقالوا هذا بهاق يعني خفيف. نعم. أعطوني بيتادين، كريم بيتادين وفيتامينات. نعم. بس يخف ويرجع يزيد. نعم. وأحيانا يطلع مكان ويختفي مكان. نعم. ما أدري يا أخوي. مثل ما تفضل يعني المتصل اللي قبلك، بالنسبة حق البهاق للأسف لا يوجد له علاج، ومثل ما حضرتك تفضلت أنه يعني ما في له قاعدة معينة يمشي عليها، حتى لو عالجنا احتمال يطلع في أماكن جديدة، وحتى لو عالجنا نفس المنطقة احتمال ترجع مرة ثانية، فهي عبارة عن حلقة ما نقدر نتوقع إيش يصير معاه، ما نقدر يعني نعالجه أو نشفيه نهائيا. العلاج الموجود فقط الآن يعالج النتيجة، ولكن لا يعالج السبب. نعم شكرا لك يا جمال. طيب أخي، بالنسبة للكريمات بتادين وفيتامين قبل الحوت،
نعم فيتامينات نعم الفيتامينات مره كويسه خصوصا الفيتامينات اللي تنشط المناعه اللي هي فيتامين سي والزنك اثبتت انها تحسن سلوك البهاق في بعض المرضى الموجودين. نعم ممتاز شكرا لك يا جمال. ناخذ ام مهند. ام مهند يا هلا. الله يحفظك يا حبيبتي ويحفظك الرحمن يا بعد قلبي. تفضلي دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا ام مهند. الحلقه مره حلوه والله يعطيكم العافيه. الله يحفظك ويطول عمرك ومشاركاتكم اكيد ووجود دكتور مثل الدكتور نواف. تفضلي. عندي سؤالين. السؤال الاول اللي بسال البلازما هو الليزر اللي هو ثاني اكسيد الكربون اللي يشيل السواد؟ لا لا ذاك ما ذاك اسمه الفي ار ام ولا هو يعتبر بلازما. البلازما هو ناخذ دم ونحقنه مرة ونفصل البلازما ونحقنه. بالنسبة حق الليزر اللي تفضلت عنه هو الليزر عبارة عن ليزر معين ندهن الجلد في ثاني أكسيد الكربون وبعدين نزيل هذا ثاني أكسيد الكربون يعمل لي تقشير حق المنطقة ولكن يعني مختلفين جدا عن بعض. نعم شكرا. طيب يا دكتور لو سمحت بنتي بالفطور الجامعة هذه حصل لها إنه زي الكلف وجه انحر صار وجهها لون وكفها لون بسبب الشمس حق الجامعة. نعم. خلصنا الجامعة دحين اللون مو راضي يرجع ايش تنصحني يا دكتور؟ نعم النصيحة انه تستخدم كريمات تبييض على منطقة اليدين واستخدام واقي الشمس لازم يصير اساسي حتى على اليدين اثناء الخروج. نعم. هل ممكن نستخدم للبلازما دي تنفع؟ لا البلازما ما تنفع لتبييض البشرة ما تنفع. شكرا لك يا أم مهند. بس رح عند الدكتور يعني شور يكون انه يوصف لك كريمات التفتيح مو الصيدلية يعني زي ما يسوون بعض البنات والله من جد الصيدلية بياخذون لهم اي كريم تفتيح عقبها يشتكون زي فاتن. طيب ناخذ عبد العزيز. عبد العزيز الو يا عبد العزيز معك عبد العزيز نروح عند منو وليد. وليد من جدة. الو يا هلا يا وليد تفضل. مساكم الله بالخير. مساك الله برضا والسرور. يعطيكم ألف عافية يا رب. يعافيك ربي تفضل. يا دكتور الله يحفظك بالنسبة لبعض الأوقات يجيني زي القشور في ناحية الشنب الدقن هذا واحد وعانيت منه كثير ما نعرف إيش طرق العلاج منه. نعم. ثاني شيء أبغى أسأل بالنسبة للفرد الشعر هذا اللي استخدموه فرد الشعر هل هو بيأثر على فروة الرأس ممكن لمدة طويل ما له علاج بعد كده ولا له علاج ولا في أشياء تكون أفضل من فرد الشعر؟ نعم. وثالث شيء أنا قد ما يعني في حياتنا كلنا نسمع أن الليزر يضر الجسم يضر العين الليزر الأزرق ما أدري وش هو فالليزر هذا استخدموه نبغى نعرف مدى فعاليته يعني ما في خطورة قد شكرا لك يا ولد. نجاوب على السريع معلش. نعم بالنسبة حق اللي حاصل معاك القشور تطلع حوالين الشب هذه تسمى أكزيما دهنية وهذه الأكزيما الدهنية موجودة في بعض الأشخاص المعينين وتكون تكثر أو يصير لها نشاط كبير لما يصير في ضغط نفسي أو استرس على الشخص وفي لها كريمات معينة تعالج فيها وتضعها تحت السيطرة في هذا الموضوع إذا سأل أي أحد اسمها سابوريك ديرماتيتس أو أكزيما دهنية. بالنسبة حق فرد الشعر فرد الشعر لا يؤثر على فروة الرأس ولكن يؤثر على الشعر نفسه الشعر نفسه يستهلك أو يصير خفيف أو يصير متقصف جدا. نعم ولازم بالنسبة حق فرد الشعر أو الكيراتين لازم يعمل من شخص يكون متخصص في هذا الشيء عشان لا يعدم الشعر ويكون مدرب على استخدام هذا الموضوع. بالنسبة حق الليزر دائما أنا يجوني مرضى يكون مختلط عليهم الليزر. الليزر يا جماعة الخير ما هو أشعة أيونية مثل الأكسري ولا الجاميري. الليزر هو عبارة عن نور أو ضوء معين وناخذ منه حزمة معينة. كلمة ليزر أول حرف فيها هي مختص اختصار لكلمة طويلة أول حرف فيها اسمه لايت ليزر لايت. نعم. فهو عبارة عن ضوء ناخذ منه حزمة ضوئية هذه الحزمة الضوئية تكون مركزة لعمل شغلة معينة ولا هي ليست أشعة أيونية أو أشعة من المواد المشعة. نعم. ناخذ أيضا مشاركة أبو ريناد من القنفذة. أبو ريناد. أبو ريناد. السلام عليكم. أبو نادر عفوا حياك الله يا أبو نادر. كيف حالكم؟ يا هلا مرحبا. تمام تفضل سؤال. ممكن أسأل الدكتور؟ أكيد تفضل. أنا عندي جاني قدام ممكن شهر ما أدري كذا يعني أنقذ والآن راح بس بقيت يعني بقع يعني سوداء زي ما. طيب. نعم. هذا يعني حق الحبوب اللي بقع سوداء ايش الحل فيها؟ نعم بس تستخدم كريم تفتيح على هذه في كريمات تستخدم على البقع نفسها وتكون شوي ارتفاع التركيز التبييض فيها عالي وان شاء الله تتروح نهائيا باذن الله.
مستمعين الكرام رح أذكركم بأرقام تواصلنا للي حابين تشاركون معنا بطرح سؤال أو استفسار. للمشاركة معنا عبر الاسم اس مشتركين الاستيسي أنتم على 84700 وبالنسبة لمشتركين موبايلي على 640660 وزين 746262. أيضا شاركونا عبر خط هاتفنا المجاني على 02-61-61-100. رح أرجع للمشاركات الهاتفية للاسم اس دكتور سارونا يا بعد قلبي أنا جدا سعيدة بتواصلك وأسئلتك الأكثر مرة ونحاول نجاوب أسئلتها تجنن دكتور. تقول هل تأثير البلازما بيأثر على الأشخاص اللي بيعانون من حساسية في الجلد؟ لا لا يوجد تأثير عليه. ما يوجد. طب ما نسبة نجاحها بالنسبة للي عندهم حروق قديمة هل تفرق عندما تكون في الوجه أو الأيادي؟ نعم أكيد أكيد. أو أي مكان في الجسم؟ أكيد رح يصير فيه تحسن بس إني أعطي نسبة معينة هذا يعتمد على مكان الحرق عمق الحرق مثل ما قلنا وتأثيرات الحرق ولكن أكيد إنه رح يصير فيه تحسن بس كنسبة مستحيل لازم يعني بعد المعاينة يقول نسبة التحسن. نعم طيب بس بيفيد اللي عندهم حروق دكتور بيفيد؟ نعم يفيد نعم. البلازما بتفيد معهم بالتحديد؟ طبعا طبعا عشان الحرق يعتبر كسكار أو يعني علامة. علامة نعم فنعم نقدر نحسنها بكثير مثل ما قلت دائما نحاول أنه نضع مع البلازما شيء آخر يفيد الهواء وهو الليزر بالنسبة حق الحروق ليزر إعادة التسطيح. نعم أيضا أحمد علي بيقول أنا سويت عملية قبل شهرين لكن يوجد أثار الخياطة حتى الآن في الجسم إيش الحل دكتور؟ من مدة شهرين هو شهرين قال أيوة. شهرين لسه بدري على يعني إنه يحكم أقل شيء 6 شهور وبعد 6 شهور نقدر نحكم على الخياطة ولكن في الوقت الحالي يفضل استخدام الليزر اللي هو بعد بعد العمليات الجراحية يخفف من سماكة هذا واستخدام السيليكون يا يكون سيليكون عبارة عن جلي أو يكون سيليكون عبارة عن لصقات السيليكون لتخفيف آثار الخياطة هذه الموجودة على الجلد. نعم يعني البنات ما شاء الله أنا عجبين صراحة في تويتر شغالين بيسألونك أنا حاطيك على السريع الليزر بيأثر يقولون إذا يعني شالوا في شعر الجسم بيأثر على المدى البعيد؟ لا أبدا مثل ما قلنا قبل شوي أنه أبدا ما يأثر على المدى الطويل الليزر فقط يقتل الشعرة السوداء. نعم فقط. خايفين يعني كذا واحدة بسألها ممكن يسبب سرطان الله أبدا 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 مثل ما قلنا الليزر ليس أشعة أيونية الليزر عبارة عن حزمات ضوئية من النور العادي. نعم. طب أيضا بيسألون هل بيسبب الليزر ترهل الجلد اللي يعني بيزعل الشعر؟ بالعكس بالعكس الليزر إذا كان يعمل شد للجلد عشان الحرارة اللي معاه تعمل تحفيز للكولاجين. نعم أيضا بوح القوافي بتقول الدكتور أفضل طريقة لتخفيف الأماكن الداكنة في الجسم غير البلازما؟ أول ما في البلازما قلنا ما تخفف المناطق الداكنة ما تخفف البلازما أول شيء لازم سوري المناطق السوداء اللي في الجسم أول شيء لازم نشيل السبب إذا كان هذا السبب احتكاك ناتج عن سمنة أو كان احتكاك ناتج عن استخدام مواد مهيجة للجلد الشيء الثاني استخدام كريمات التفتيح كريمات التفتيح. نعم. أيضا عبد الله بيسأل عندي حبوب في جبيني وأنا لسه صغير ويقول بغسلها بالصابون المعقمة لكنها بتروح وترجع مرة ثانية يقول أنا كنت نحيف وسمنت صار عندي تشققات في منطقة الأفخاذ. السؤال بالنسبة حق الحبوب هذا حب شباب عادي نعم له علاجات المعينة وانت في عمر حب الشباب الآن نعم. فتعال جو حب الشباب لا ما يوجد له شفاء هو مرحلة يمر فيها كل شاب وشابة أهم شيء أنه نكون يعني نحاول أن نخفف من وطأة في هذه المرحلة نعم. بالنسبة حق التشققات اللي موجودة نقدر نعالجها في البلازما حلو ولكن يعتمد إذا على موضوعك أنت إذا يعني إذا في سمنة زائدة أنا ما أعتقد أنه في فائدة أنك تعمل هذا فلازم أول شيء أن نسيطر على موضوع السمنة طيب. وبعدين نعالج. نعم مستمعين الكرام رح نطلع فاصل لكن رح نرجع نواصل معاكم مع مداخلاتكم الهاتفية وأيضا عبر الـ SMS وعبر صفحتنا بتويتر. أذكركم مستمعينا الكرام بأرقام تواصلنا للي حابين تشاركوا معنا عبر الـ SMS رح تكونون مشتركين الاستيسي على 84700 موبايلي على 640660 وأيضا مشتركين زين على 74626 واللي حابين تشاركوا معنا بشكل مباشر كل اللي عليكم أنكم تتصلوا مع عبر الرقم المجاني على 02-61-61-100 أو تشاركوا أيضا معنا عبر صفحتنا بتويتر على الأكاونت @ألف ألف FM حطوا لي السؤال أو صوروا لي بشرتكم أو المشكلة اللي بتعانون منها. رح نبدأ رح نرجع مرة ثانية دكتور نواف للمشاركات الهاتفية ناخذ منه معنا سالم من عاصمتنا الحبيبة الرياض. سالم ألو يا سالم. سالم سلام. نعم أحمد تفضل أحمد. إيه نعم تفضل أخوي
تفضل انت على الهواء يا احمد. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا اخوي احمد. كيفك يا دكتور؟ يا هلا مرحبا يا دكتور، الله يعطيك العافيه. انا عندي ولد عمره 3 سنوات، عنده في رجوله نعم بدات الانزيمه تطلع. نعم. طبعا هذا من الكلام من سنه تقريبا. نعم. فاعطيناه كريمات ما نفعت. نعم. الى الان ما زالت المشكله، يعني بتروح وتيجي. نعم. فجاه تختفي، تيجي شهر شهرين. نعم. كذا بترجع معه. نعم. بالنسبه حق الاكزيما والاكزيميا اللي موجوده، العلاج ما هو الحل، لازم تكون في وقايه انها تطلع مره ثانيه، مثل ما تقول تتعالج وتطلع مره ثانيه، احنا لازم نمنعها من الطلوع مره ثانيه. ومثل ما قلت لحق المستمع اللي قبلك، اهم شيء الترطيب اللي بعد الاستحمام، استخدام صابون مرطب اثناء الاستحمام، ويكون صابون طبي خالي من الروائح، وعدم استخدام الليفه وعدم استخدام المويه الحاره اثناء الاستحمام. وان شاء الله يعني مع الوقت ما ترجع، وان شاء الله مع الوقت تتخلص من الأكزيما اللي موجوده. دكتور نواف، السبايسي الاكل الحار اي نعم نعم، مثل ما قلت لك انت تعالجها وترجع، فلازم اول شيء نحمي البشره من انها ترجع مره ثانيه، والحمايه تكون بالترطيب الترطيب الترطيب بعد الاستحمام، وخلال فترة اليوم كمان استخدام صابون مرطب، وعدم استخدام الليفة والماء الحار، وإن شاء الله ما يعني مع الوقت ما ترجع، وإن شاء الله هو بس يكبر أصلا راح تروح منه تلقائيا. نعم. طب الأكل الفود السبايسي أو ما يسبب أكزيما؟ لا يعني ما يساعد على ظهورها مثلا؟ لا ولا يساعد على ظهورها. نعم. طيب ناخذ سالم من الرياض. أخوي سالم السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام، حياك الله يا سالم، تفضل. يا دكتور انا البس نظارات. اي نعم. اللي تحت العين، الجلد تحت العين. نعم. اللي تحت النظاره. نعم. طالع فيه حب زي النفر الصغير. نعم. على العين الثنتين. نعم. يكون السبب. نعم يكون السبب في عندك تحسس من الماده المصنوعه منها النظاره، او في بعض الاحيان تجينا حالات ان اللي ينظفون النظارة بمواد كيميائية معينة، وهذه المواد الكيميائية لما تجي على الجلد تعمل زي الأكزيما أو التحسس على هذه المنطقة. فالأفضل شيء طبعا هو علاج المنطقة هذا، ويعالج في كريم معين للأكزيما، ولكن لازم نعرف إيش السبب، يا يكون المادة المصنوعة منها النظارة أو المنظفات التي تستخدم في تنظيف النظارة هي اللي قاعد تعمل لك هذا التهيج اللي موجود عندك. نعم. أو إذا مرة تغير لي النظارة، تخلي النظارة اللي هي ما تلمس الجلد. نعم شكرا لك أخوي. طيب عبر الاسمس أيضا أحد الأخوان بيسأل عن أسوداد الرقبة، إيش علاجها؟ أسوداد الرقبة كريمات تفتيح، ولكن تكون كريمات تفتيح ناعمة أو ما هي لهي قوية، عشان جلدة الرقبة تعتبر أرق جلد موجود في جسم الإنسان. نعم. أيضا أحد الأخوان بيقول أنا عاني من حبوب في الرأس، خاصة في الجهة الخلفية بالرأس. نعم. حبوب دهنية. نعم هذه الحالة معروفة، وهذه استخدامها يكون باستخدام حبوب معينة، هي حبوب الرؤاكيتين أو حبوب الفيتامين ألف المركز، تستخدم على فترات معينة لمدة أشهر، شهرين، 3 أشهر، إلين ما تختفي نهائيا، وبعدين سنويا لازم ناخذ كورس لمدة شهر للحماية وعدم رجوعها. نعم. عماد السبع عبر صفحتنا بتويتر بيقول هل يفيد البلازما للصلع أو تساقط الكثيف للشعر؟ نعم نعم يفيد، ولكن بعد ما نعرف إيش سبب التساقط ونحل موضوع سبب التساقط. يعني لو وراثي، الوراثي دائما لأنه بيقولون ما في أمل، إذا الوراثي يفضل أنه يعني نعملها في مراحل متأخرة بعد ما يوقف الهجوم الوراثي على الشعر. نعم نعم. طب احنا للاسف الوقت داهمنا دكتور نواف، انا جدا سعيد بتواجدك معنا اليوم، يعطيك الف الف عافيه. ساعه المباركه، وشاكر لكم استضافتي هنا، وشاكر المستمعين وين ما كانوا في المملكه العربيه السعوديه على مشاركتهم معنا وعلى اتصالاتهم. شكرا لك. مستمعين الكرام، كان معي مدى ساعه كامله الدكتور نواف السعدون، اختصاصي الامراض الجلديه والتجميل والليزر، وعضو الاكاديميه الامريكيه للاطباء الجلديه من عيادات كوزما ديرم بجده. وكان موضوعنا اليوم اللي تكلمنا فيه، اللي ما سمعونا بالبدايه تقدرون ان شاء الله اليوم العصر تردون على اليوتيوب، تحطون طبابة ألف وحقن البلازما، رح تسمعون الحلقة كاملة، أو ممكن تسمعونها عبر صفحتي بتويتر على آت أمين العبدالله. أشكر كل اللي تواصلوا معايا اليوم، سواء عبر الاسم أسز وعبر مداخلاتكم الهاتفية، وعبر أيضا عبر صفحتنا بتويتر. ما شاء الله تبارك الله ما قصرتوا اليوم، إن شاء الله رح أرد ألتقيكم بتمام الساعة 8 صباحا من خلال مشوارنا الصباحي صباحك ألف. إلى ذلك الوقت أتمنى لكم بقية نهار ممتع وسعيد مع باقتنا البرامجية برامج ألف ألف أفهم.